اليوم كان عندنا الافتتاح المعرض والملتقى الدولي للتمور معية معالي السيدة وزيرة التغيرات المناخية والبيئة من الإمارات المتحدة الشقيقة. فهاد النسخة 11 جات من بعد توقف ديال المعرض لسنتين بفعل يعني الكوفيد 19، واليوم جاب واحد الحلة جديدة بفضل يعني المجهودات ديال المهنيين وديال المنظمين، واللي كينشطوا في هاد السلسلة النخيل اللي عرفت واحد النمو جد مهم خلال يعني مخطط المغرب الأخضر بين 2009 و 2020، واللي وصلنا لواحد نتائج مهمة فيما يخص المنتوج والإنتاجية والجودة. واليوم في إطار الجيل الأخضر الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية العشر سنوات يعني المقبلة واللي أعطى انطلاقة ديالها سيدنا الله ينصره في 2020، غادي نركزوا على السافرة ديال السلسلة وخصوصا التثمين ومواصلة كذلك تشير ديال إن شاء الله الهدف ديال 5 مليون ديال الأشجار. 3 مليون غادي تكون في تكثيف الواحات التقليدية وتحديث ديالها كذلك، وزوج المليون فيما يخص توسيع الزراعات خارج الواحات. فبرنامج جد مهم وطموح، واللي غادي يكون فيه واحد الشراكة وثيقة مع يعني المهنيين، وغادي نوقعوا عقدة البرنامج في هذه المدة هذه مع الفيدرالية البيمهنية للتمور. غادي يكون البحث والابتكار حاضر يعني بقوة، وكذلك واحد الجهد على التثمين وعلى التسويق ديال المنتوج، وخصوصا دعم للمنتجين المحليين والصغار في إطار التكتلات وإطار تجميع الفلاح. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.